أزول في اللون تكليتي أضنين إينا مورن تنامورين يكل ما عيتنا إينا الساد غوسي ساد اللي تصليت الفزة تمازيغت إيو التناد إيو النضفر نو التناد كورونا كوفيد تزاد مراو اللي غران سول الساد ف واللي إمستقارن واللي إلا نينا الجماعة البلديات ما انتي وري وين التقان من أزداي الدرسني اللان دي مزداغ كل من يغلان سوالا نخت مدينة سوالا غيدوران وكان يلي دي نخدمها هاك اللي نبيار قمت نخ السي عبد الله بوشطارت ازول في لك ازول تيمسيوين السي عبد الله غنض فراد اللي تسكر تلفازه تمازيغت السد نيويديا وسنت لي اضنين يمسكارن واللي قالينا المنتخبين غ الجماعات المجالس البلديه انظر تنتني ما تسكارن ما انتي ورينا كل سكارن باش هذا سيفسسن في مزداغ باش تلقينا التمي يوطنا الكورونا اختي ديست يمستقرن نقراون نقد المنتخبين يغقان تيغيوانين كيزغرانين نقد المحليات القراويه نقد البلديات ولا حتى المجالس الاقليميه المجالس الجهات نظفر مسد ولا نتنيكش من مسنا نتويسياد مقرن تانا مورت سكرن كنتو كنت نتغاو سيوين سكرن كنتو كنت نتزمار ثلاثي كاين خصيصني الجانب الميزانيات نسنف كان يعني درسنا كله تيغاو سيوين اللي فرنسا واللي تم مساء وسيساد حتى نتني خصا ديسنا نرزم امسا ولا شكون تتني درسنا التوري مقورن زون رجال السلطه زون يمستقرن يعطي لك شمينه مس نتويسياد وكانت نميرنيتي على تسكرن غياض غتو درت نسن تاكي واست شكون كان منتخبين يعني ما ينيكا تمسيت نسن مش غوز مزاد يقاند السولي اللي نتزم ماري اضنين باش هاد السفر كان مدن باش هاد السول مدن باش داوسني مدن باش مدن تنتني داوسني غير فاون نسن باش اتناضى انيتي اي الا فلاس نمش كانت تسكر شكون نتني ارتمت لنا يمزداغ صوتنا فلاس اللي درسنا اللي درسنا المجالس اللي كانت الميزانيه مش هاك اللي كل سن طماطم تطش كانت سيادتنا تامت ديال المفاجاه المجالس درسنا القوانين اللي ستخدم درسنا البرامج الداخليه سما كان نفس كرن تنتني اعاده النظر مس الميزانيه اعاده النظر مس التسيير اللي انا توقت نتغاو سيوين اللي كانت ماينوتين يعني الا حتى وسن فلول مس نتويسي الا انت ناون تويسي الا انت ناون نوم يواز الا تنظر مس ديم ستكار كود ديان مانيكسيوس كود ديان مانيكسي تناي تويسي استيتيك تويسينس رجال السلطات تويسينس تمسونين تنميرت وكان غير كادني تسدين غير قمات نخ سي الحسن فتح الله اللي كان اسلواي انطغيوان تاني نشادن غتي زوير رسنتيني مرحبا سي الحسن اهلا وسهلا عرسي كنت مرحبا كيد بوشطرت غسيساد اللي تزلي تلفاز انت مازيغت يوطن ابن كورونا كل الصبح ربي وكان يغورت هذيك نوم زوال ران ماتيسيان الروبورتاج اللي نيتي لان في انشادن اللي غيسكر السي عبد الله السي عبد النبي ايد سالم باش نزر ولا تغيوانت اني نشادن ما كل تسكر اي مزدا ان غماض الروبورتاج نقماتنا عبد النبي ايد سالم زندك تيسكيوين تقلديت تغيوانت نشادني ولا ني الاقليم واش تكون يتبعها تفرك او نتات استاد اللي خلات مزيرت نغ غوم قبال انت مضونتاد ان الفيروس تزاد مراو والسند الزراي تمزيرت نغ دوني تكلت حيات مدة اللي حيات تواجه حيات مضونت يخشن استيقان تمضونتاد من كورونا ليلان اللي دايما كويان حل العالم حل الدنيا تكلت نكنيح الجامعة ينشن نسكريمي كل المبادرات من غسل لي زوار نبدا حل عملية التعقيم نسغيات المجموعة المواد التعقيم اللي سنخدم نكني كجامعة نسغيات السيتيرنا رانت نتجرو ستراكتور رانت كيدوران رانت حرب الوبايات الفيروسات سواء شكلي منزداد عن شكلي منوفة نسكال كذلك يات سيتي رنا مقورن رتي تسير كاميو رتي دوار حضور نختي دقانت المبادرات الجامعة وحدت الحمد لله إلا سول الخير أسيز دقا أنغ التعقيم أنت مرسال دي بردان السواق ردني تفتايا فوت قودن أفاد أديل التمجاي حياد كورونا اللي نيتيران تيزمرت مزالين دو سنين من بعد اش كنت المبادرات للجمعيات اللي قودنين ارتخدام انت حضوران
أرستغل بعض المواد الغذائية أرتنتكن الساكنة أرتنتفرقن في السكان لأن ميد نغيلة ديال الله حتى الجن متني تعاون حتى موانسن خاصة أن رمضاني كان لقدام لا بد الجهات أيسن في الحق حتى نتاث أنحاول ماشي نحارب غير الفيروس وحدوت أنحارب حتى بعض المرات الفقر الجوع اللي يمكن ميدن يا لطيف أن يصدر تيس كرات الحوايج نخصص يا المبلغ مالي باش تشكيت لابيلونس عما قريب الجديد ان شاء الله بالاضافه من طبيعه الحال اختي اللي تيوي العمالات اختي اللي تشكح للجهات اختي في الدوله ان صفر ان وفر كل الحوايج اللي كانين ضروريه حل المناسبه تيما الزاليناد انا نيت ادكين ميد نفوس غفوس فلكن سيميزين غ الخطر اللي قال فيروسات ميان افدي قان ادني دغننا اخت غمام اخت قمانون ارداسنك تبي تكلتي اثنين رنتيني تنميرتي قمت نغي ايد سالم عبد النبينا غي سوجد الروبورتاج نوريس دارين بكين سي الحسن فتح الله سي الحسن فتح الله غتي زويري نرى كون سقساف الحالة ني مزداغ ماني كتقا غي نشادن لا ظروف ني نشادن ايوا الساعتاد الحمد لله حتى ما زرت تنا وصلت لا حتى كران انتماضونت ميد كشمنتي كموانسن تنفذنا القرار اللي صفاغ الصحة الداخلية الحمد لله كران الحالة الساعتة دورت لا دار نتمنى حتى ربي دورت لي حتى كان الحالة نكني على الجهة نحلي اللي يحبر الأعوان الجامعات الموظفين الجامعات الجمعيات المجتمع المدني نتمع انه نفرح برا الظروف اللي يمكن نواجه ثم ضمطا ولكن اللي سميح نصغى الاليات اللي سنتكر التعقيم نصغى بعض المحركات 20 المحرك اللي كاين محمولين في غراب بالتنسيق موزع في الجمعيات التنمويه اشكو دارنا حنا كنا غير حسن مزيد كانت المساله تفركي بزاف انه دارنا حنا الجمعيات كانت تخدم من تحت الجانب الاجتماعي التضامني ولا دارنا حتى للمشكل يحنا ديس النسق في اطارات كانت 20 جمعيه تغطي كل شيء كان الجماعه ادوار صدوار الجمعيات هذو كانت الجمعيات اللي المناسبات ولا كوكو تمينوت ولا اختي يدفوا الحاسك صباح العيد كانت الجمعيات اللي دار 10 سنين 20 عام تجربه اختي نفايسات كله سير حسن الى ديك الى ديك بوشطرت نرى انا اول نرى نظر مانيك اسئله التجاوب دار مزداغ في تيويسياد اللي تسكر سلاوا انك تين التعقيم ديتين تويسين انتيرام الحمد لله ميدنا الا ين النضج تبعا الاخبار اللي كل يتوقعني حد دونيت سن ما الا سن ما يتوقعون حبرا سن ما الا نحط انا بلا سين وسلو بوك حتى كان بلا صغيره الاجراءات تاخذ مني كشمنتي كماس غالي في اللاس ميلان سكرن تاي تبقى المسؤوليه فلاح نكون يد الغير نح انسكار غالي فلاح الا غالي منزار الحمد لله الجمعيات استجبنت كل بنت بدون استثناء حتى وثنو خدمت كل التعقم انت زورا نسنت الا ما يوزعن كذلك المواد الغذائيه الا ما يسامحني ميد نحل خلاص هو مان الا ما يشجعني ميد نياوي سند الحوايج اللي خصان الي من تقمي الحمد لله الا النوع من التضامن التكافل نقل الجمعيات نقل الساكنه لان الجمعيات تنقل الساكنه بقات بعض المشاكل ولكن ختي نحسن ربي راه دفنت الحل اللي بعض المعامل اللي سول خدمنين اللي توجه اللي تستفيدين الخضاير برا الا سول مشكله نور بيدن ولكن السلطات المحليه تخدمت الاجراءات اللي سترقب مدناد غير تكونوا سي الحسن فتح الله نسنا مسد تمازيرتان اللي غتسوال على كيين الشاد تسقي وينس قيس بزاف تا فلاح اللي قيس بزاف مد اللي تموسون واللي تدون ستوري ويد مالي كاس ديسنا تعمل مكوني كمنتخبين وغيد غير هذا مد اللي في تونس زود المعامل اللي مقرنين الا التواصل دي يدبول معمل دي يدبول معاملا
توفر كل شيء الشروط من التعقيم حقوق المحل دولة تجان من جيت كاين برا شكون لان الشوفران باش كاح اوروبا ولا تنتجان بديت نخرج اتخذ من كل شيء الاجراءات اللي كان اللي توفر المسألة هذه الا سوا المشكل حنا النقل ارسوي التساد ارسوي التساد وقت ميد غاد بدا فلاس صغيو بدا نتواصل بميدنا ولكن الا الحدث الا الاجراءات اللي سكار نحيمي اللوزين التعقيم دوز نسد الوسائل اللي استعمال كنا راح لكمت الاخبار نص الا الاحتياط يكون الحجيات الحمد لله. سي الحسن يا كوري اللي كان الانعكاس في مايدا شكون ميدنا اغلبيه سنغيلا توك تقيس نوار تدون ستورين سنغيلا مسد ميدنا كرين شويه ادار نص نوار تدون سلفار مورا تدون سيكداز نستوك يا كورين عكس مايد في تدير تاكويا سنغيلا الحياه اليوميه ميدن هو خير الخير لا بدا لا بدا لان غير ديكا يعني المرحله اللي سي خصها ميدنا السنه تختار ما بين اي يكون حس السبيطار ولا يكون حس المينس ميدن السن سيكا واللي دار باش يفطر الضروره بزيز دار سما يتسالى دار كذا دار طمز الترخيص نزيبتو زرز واللي دار الفيرمانس دار جيبتو يبقى كيس ولكن يتخلط بميد التكاور سولت جمع القهاوي سولت لعب الكارطا سولت منافس فوس غير وصول الا بنت ميدن يعني ماشي ميدنا صافي تموت لوقتو ميدنا تحرك ولكن في الحدود اللي حتحترم القانون رجس تحترم طمادون مش تحترم طمادون ارتواجه طمادون تاز ولا سمي قرني في سورت ما ولا تمقارن ولا تقيون مجموعين بخير هذا احتار من تميدني الدرجة الحمد لله هرت بالشاص الخير ان المنطقة رات بقى تنقي احتينا ربية مرس سي الحسن فتح الله نسن كله معي طيلا نزرى الروبورتاجات يوري واللي كله تسكر مكني وسوير نتغيوان ننشد مش غيلاد تكشم القضية تغوسيات نتكمامت تكمامت ورقيستو فهم كني كانت مكرسين غت مازيرت يستليس تجاد مدن يسد تقبال نتسكر نتكمامت يسفركن مس الدور نتكمامت هاتي يغيان الدور مقورن ميد دفرك نا يتكمامت باللي الدور سيقا مهم يحاكو رنيح ماشي غير فركنا سنه ايقا مهم بل ميد نار تلون عرس صفيد نار سقسان حتى تليفونات عرس سقسان حتى الفرماسيانات عرس سقسان حتى البيع وشرا هذا اتنتلك كاينتين تكمام نس ليح المشكلة لا تكمامينا دور لاند دروس انت بزاف حتى اخت اللي لانين دا يبوتحونا البعض قيسنت اضعاف ولا حسيت لك انت خصك تحت فاس تمي مد سكن بعد قيس نسكن الاجتهادات اللي استعمل طرق نص انت ولا اني الخصاص هاتي الاسول هاتي ماشي القرار اللي يفولكي الطلب الاستعمال الكمومي اللي يفولكي ولكن لازم مد راس الشجاع نوالو مد رانا تسغن كمومي رانا تستعمل واني رجع في الله عز وجل والو درتها نزار حتى كنا نتولي سلخير من واخر كان تفرق يسلي عداه كروند الشروط انه يتم على تفرق تياتيات وبالتالي خص الدوله تحمل المسؤوليه حماس الجهتات نتوفير ما يكونش كلي قد نمد نتكمو من المشكل ولا غياد لا غياد لا السي الحسن خص نداغو لا نتني تي ويزين نفراك باش مدنا السن ما نقول من شكارتك دماني غير ستيلوح ماشي ستيلو عوز يقول لك اقصد يانا يا توري اظني اللي راه سكنت الجمعيه د الجماعات باش مدن هاد السن ما نقصد تعمل تكمام تان. اخيرا نعم اسيدي مدن السن غير كل تندرسنا الوسائل التواصل الاجتماعي ولا التلفازات ولا الاذاعات ولا كل شيء فهم المدن غير درنا على المشكل تكمامين اش نوفان كاين لنا حنا لا درت نتجنا ولا تنفرق مدن كجماعات كجمعيات ولاني كميات ليلا غيادة دروسنت اما العمليه انا كنت مستعد مازال كاع المليح كي مدنا عمالي كتسكرتي تكون مدها مع السين ثلاث وين قلت لا يخسر بعدا زيري هاكو دار حتى هجم حتى هذا التيلي هي الحج اللي دفع حتى غولي تجمع تسقن على كجماعه ولا كمجتمع مدني ولكن تكون من سورلان اتي لندن هي العدد الفرماسيانات ولا التوريق تقال لكم تي الحجاج او سقسات تكمامس يعني مسبقا جاتينا قلت لك المشكل ايكا وين الماده في حد ذاتها وسط باران سي مغور سي الحسن فتح الله اللي كان اسلواي نتغيوان تاني نشاد راك سي مغور كله
ايت الجمعه نشاد الجمعيات تيمسموني نادي ونيوسن اشكو غير هاد الكمكيسه زمز نوميا واس زمز نتويزي راه كنتيني تنميرت السي عبد الله نسفلد يسي الحسن فتح الله يسوى الاخ في الحاله اداد ملي كتقى تسكيوينان خصوصا تيسكيوينان كيس انت فلاح كيس بزاف نينا وورن وليت تقاني انت توري ملي كتسالي شنو تعمل غيدي خصها انيني مسد جماعه نقطه غيوان تدار شي دور مقرن زود نس زوند 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 السلطه زوند نس زوند الجمعيات شكون تا درس الوسائل درس الميزانيات درس الموظفين درس القانون اللي سيتسمح لنا باش التذكار توري ما هي ديكا ايغا مهم جدا دوكني من راه مثلا وسيسي ديكا انا نسفا وانا نسرق تفاوين في توري اللي سكرنت الجماعات ولا تنتي لانه دارت الدور نصنت خت كايا ضنين الرئيس نينشاد نساول في التدابير اللي سكرن زون التعقيم زون توك تنضغاو سوين تفرن يعني تي اللي تنضفت خت هذا ايغان المهم لانه يغور اللي تنضفت الجماعه نغد المؤسسات السلطه هاتي اكدوت غدا امدان يرا كيسكري اللي راه لانه ولا انت اصغوسات لان الحاجات اليوميه اللي تجنا مزداغ تفوغ اللي ديك كدا زيت اللي اي سوري مش اختلال يقظه نقطه نضافت تلقى مهمه جدا تتويسي نقر الاجهزه ضد الاداره ما سي خصها التنينين دور الجماعات يقات ادرزمن المجال التشارك هذا رزمن مجال الجمعيات هذا رزمن مجال هذا رزمن دي مزداغ لان وروفي غير باش هي اللي تي الجماعه ترزم نقاش عمومي دي مزداغ ولكن الجمعيات لان انت الساكنه بست غراس تيكان واضحه حتى شتو كون ارقسي يبين غير تصريح الرئيس مسدي قال اللي المشكل وراسنا كالاهميه ديال الطريق الوطنيه اللي غتسمع قلت غير من اكادير ارتيزنيت تيكا ايكا طريق وطنيه كيس كلشي الزريق جميع الجماعات الزريق الجماعات ادورت مدنا دورت تكوز دورت تكلمانيه ضني كوزن وراتني ور اللي مات نزران ما ارتاش كان الماس اللي وسائل الدراوي نطان الدراوي نطان الدراوي يرى يقوز غير هذا الماس واش تو كن نغدي الشاد نغد بالفاح نغد سيدي بيبي كشمس تقميس ولا اللي ما تزران ورا دي سكير وكان غير نت نصدر انك في انا يا الطهورين غدي البريح يونا يمدن ادور تمود دون ستروكسا باش ادور اديس نورا سمود دون اطان التاوين سكر البلاصتي اضنين خصوصا انه تي لي غاسنا السلطات خصي غير ما غتقمي خصي غير ما غتقمي ماشي هاتي قنت غتقمي مش باش اي ضوف يخفن سيضوف الطويه ضيضني لا اي دار سي غدار سنيد يا ويا سنطان هاتي ردي اللي غير تيموكريسين وكان ماذا كيبين لنا الدوسين زكان نشور من بالفاع الدوسين زكان اي اللي يدي نخ سي احمد ادراق اييه ارتاس نسبراك سي احمد ادراق اللي كان اسلواي نسقيم أغيوان نيزقن سي حماد باسيك ألو السلام عليكم سي حماد زوير مزاكن مرحبا بكم مالك كان بخير تهنا إما كنا ما كنا نيزقن بسلام في مسفيد نعزاني نينا غلان المشاهدين كله نينا غلان تنميرت نكونينا غلب الرماجة نكيد سي إبراهيم باوش نرى أن سرق تفاوين غدا نرزم أمسوال نقاش في توري وين اللي سكرنت الجماعات كوني غير زكان إنا ما ديكان التدابير الأولى اللي تسكرم باش تضوف متيويزياد نختيويزياد اللي ختكشمتا مورتنا أولا كنت شكار في المقرر اللي تسكرم كوني صباح ربي بطبيعة الحال الجماعة زكان زود كل الجماعات خت ميزان خت مزيان صغر المغرب يعني اهتمت في الموضوعات الوبائيه اللي بيش كان ضرب ربي سبحانه وتعالى التلف في القريب العاجل الاجراءات اللي تسكر الدوله اللي تمان اللي تسكر الدوله المغربيه بقياده جلاله الملك حفظه الله وكذلك الحكومه ومختلف المسؤولين وكان الجماعه تخدم تنيخت لا كنسني غير الجماعين كان تكري العدد الاجراءات منذ البدايه منذ تم زوره تقريبا يعني قدر هذا كاين الخير هذا بدا كاين تسيس الاهميه من في الجامعه 13 مارس يعني تقريبا غير هاتي دنيت الشهر تقريبا يعني والسنه غاصه ديك 11 يعني 30 نكمل الشهر مثلا نبدا نتخذ الاجراءات اللازمه في الموضوعات غير لا غمزوارو السنه الجامعه 13 مارس نقر كل المرافق الجامعه اللي غتمول مدن تيران دكعات القرنين
سواتين الرياضه سواتين التجمعات مقرنين كله سكرغ بصفه رئيس الجمعيه القرار خبر كل الجمعيات كل المهتمين بان المرافق الجمعيه اللي مقرنين في رقم لحد 15 مارس نسكري الاجتماعي هي موسع غبت العمل المقر العملي في السجون حضر كل قصه رؤساء الجماعات اللي كان ولي قليم ولا رؤساء الدوائر في السوق المحلي. السلام على اشرف المرسلين، نوافيكم كالمعتاد بالحصيله اليوميه للترصد الوبائي لجائحه كوفيد 19 التي يسببها فيروس كورونا المستجد، الحصيله بطبيعه الحال التي تهم بلادنا ما بين الساعه 6 لمساء امس الى حدود الساعه 6 ليومه 12 أفريل 2020، حيث أنه تم خلال هذه 24 ساعة تأكيد المخباري ل 116 حالة إضافية ليبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة ببلادنا منذ ظهور هذا الوباء في بلادنا إلى 1661 حالة مؤكدة، فيما تم استبعاد خلال هذه 24 ساعة 540 حالة إضافية بعد التحري بطبيعة الحال، وبعد أن أكد المختبر بأنه الحالات ليست حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد. خلال هذه 24 ساعة أيضا تم تسجيل مع الأسف 7 الحالات ديال الوفيات إضافية، ليبلغ بذلك عدد الحالات ديال الوفيات منذ بداية هذا الوباء 118 ديال الحالة. خلال نفس 24 ساعة تم التصريح بالشفاء التام ديال 31 حالة إضافية، ليبلغ بذلك إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء تماثلا تاما 177 حالة. لا تغيير بالنسبة للتوزيع الجغرافي حسب الجهات، فلا زالت جهة الدار البيضاء تتصدر قائمة الجهات التي سجلت الحالات بنفس النسب 29%، تليها جهة مراكش أسفي بما يقارب 19%، ثم جهة الرباط صالة القنيطرة ب 14.3%، ثم جهة فاس مكناس بما يقارب 13%، وتبقى جهة قلميم ودنون وجهة الدخلة والذهب هما الجهتان اللتان سجلتا أدنى رقم من الحالات بحالة واحدة وحالتين على التوالي. التوزيع حسب الجنس وحسب السن لم يطرأ عليه أي تغيير مقارنة بالمعطيات ديال الأيام السابقة. فيما يخص تتبع المخالطين، ونحن نعلم بأنه الوباء أصبح الآن ينتقل عبر مجموعات وبؤر صغيرة خاصة في المحيط العائلي، فمن بين 9984 مخالط تم تتبعهم منذ بداية هذا الوباء تم اكتشاف 689 حالة مؤكدة بطبيعة الحال ضمن هذه العملية. بطبيعة الحال 689 حالة من بين إجمالي الحالات 1661 اللي تكلمنا عليها، علما بأنه لا زالت لدينا 4491 مخالط تحت المراقبة الصحية. فيما يخص التفاعل اليومي مع الأسئلة التي ترد علينا بكثرة، هناك أسئلة حول الوفيات لدى الأشخاص المتقدمين في السن أو الأشخاص الذين تم التكفل بهم
في حالة صحية متقدمة أو حرجة. فهذه النسب المئوية التي نقدمها وتقدمها جميع المنظومات الدولية للترصد لا تعني بأنه كل متقدم في السن أو كل شخص تم التكفل به في حالة صحية متقدمة سيكون لا قدر الله مآله إلى الهلاك. هذا ليس صحيح، بل هناك احتمال أكبر لدى هذه الفئات، والدليل على ذلك كما سجلنا في الأيام الأخيرة هو أنه الحالة التي كانت تمثل السن الأقصى بالنسبة للحالات المؤكدة واللي هي سيدة عمرها 96 سنة، فهي من بين الأشخاص الذين تمثلوا للشفاء، كما أنه وكما تبعنا جميعا هناك حالات التي كانت في الإنعاش ودامت في الإنعاش مدة تقارب 15 يوم تحت التنفس الاصطناعي، وبعد ذلك تمثلت للشفاء تماثلا تاما وغادرت المستشفى. فإذا كان هذا جل ما ميز الحالة الوبائية لمرض كوفيد 19 ببلادنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللي قلنا ولي قليم ولا رؤساء الدوائر في السلطة المحلية ولا كذلك المكاتب الصحية الجماعية، لأن مت الاثنين 16 مارس اختاغن بدون عملية تعقيم المرافق أشكو ورتيد غاكو دن التوجه باش تقن، ولكن على الأقل يخصنا أثناء نستعمل الدواء نستعمل العدد المواد اللي غير معقمة. غير نغف أفن بدارك الاثنين غاس الاثنين 16 مارس دل عملية تعقيم المقرات الجماعة ولو السلطة المحلية ولو العملاء ولو سواتي المقر القديم ولو الجديد ولو كل المرافق الإدارات اللي للغمس تراب الجماعين كان كنس الجماعين كان تتي كان المركز العملاء كان يتلون المركز الإقليمي كان يتلون كيس العدد المصالح عملية والإدارات سي حمد أدراك تيوريوينات كله اللي تسكرم كنيد اللي تسكرم اللي رسول تسكرم يسات نتقام الجمعيات يعني المنظمات المدنية يسديو النخار إلا التكامل. هو طبيعة الحال الجمعة والخدمة واحدة تخدم أولا السلطة الإقليمية والمحلية لأن الموضوع يستوهم جميعا، نخدم كذلك هذا المجتمع المدني وكان من بين المبادرات اللي استوهم الموضوعات أشكو القضية التعقيم استعمال الأدوية وغادي يبقى شي شوية وتوفي لك شفت لان إيجا صحي خصك تلاقي في المسؤوليات واضحه. قالت الجماعه الترابيه المكتب الصحي بالخصوص اللي غدا يعني تهمني غير الخيران نفتني فكره انا اظن، ولكن غير المبادرات اظن مثلا المبادره اللي تنتت الاسبوع النت الاسبوعات اللي فكرني يعني انت تزور الحقيقه قالت ان ما حد الموضوعات الوبائيه يشكاد يهتم جميع الفئات المجتمع نهتم في التسعير من السيقاند واللي لنا غمس الشارع في وضعية الشارع تقريبا 120 واحد غمس الشارع نسموه تنغات القاعة مقرن اللي قادل في القاعة الرياضة غمس في الزومتين السيقاند في الجماعة نسخ قيس العملين السيقاند من دول السلطة المحلية ديات الجمعية اللي كان رائدة غمس المجالة تكفر يعني أرشفة يعني دوي اللي قانين احتياجات خاصة السيقاند رابطة الخير لأشخاص وضعية صعبة التعاون الوطني رجال الاعمال المجتمع المدني كله 120 الحمد لله تاعك ساكنني غدا من الاسبوع الثاني من شهر مارس هاتي لانه كنسوا الغيض غير ما كانت تقريبا هاتي نقرب من الثاني زرين غير هذا الشهر ارشتان ارشتان الحمد لله الظهور ديم كبير من زين وفرص من العدد الاغبياء كتبني التعاون جميع المتداخلين وهذه الفرصه باش تشكر الجميع كل اللي ساهمين غمس العمليات اشكور الخي باش تسيت 120 واحد المده ونسمى لو كانت تكمل راه تكمل المدات كاين نتمنى باش يكون في فضاء اكثر ديال مريح وانه نلتحق الاطراف فيما بعد. اذا وبالتالي كذلك تاخذ القاعده عدد القرارات سي احمد نعم ان زكان نسنتي كاين وسيس مقرن غدا يكدازن لي الخضار تيتشكرين ماسن الفيرماد دواشتو كنت تسقيون كل نسوس مانيك تتعميل مد ديكدازنا تنظيما تعقيما لا غير باش نسن بانه الحمد لله كنت ساكن لي ثوره كفاس الجامعه 13 ثوره كفاس الخميس 15 مارس و
ولكن هذا السنة 20 يعني بعد 5 أيام واش كندير عدد الإجراءات. أشكر الحمد لله الحكومة نغتصل ربي السيد رئيس الحكومة السيد الوزراء بالإضافة للمبادرة الملكية للصندوق اللي كان مهم اللي تسكن لتكريل عدد الإجراءات التدرج عقلت مزيان أسل 2016 هاتي قلنا أسل الجامعي فقط البلغ وزارة التربية الوطنية ما أسل 2016 أسل 16 ما أسل 2 فيغري أسل 2 نفسه تقن المساجد غمس الجامعي الطلاب المملكة كل دن يمكن يمكن تشكيل الإجراءات اللي غنك مثل الجامعة اللي غدو يشكل القرار يشكل البلاغ وزارة الداخلية مثل دي ربي ثلاثتي لحالة الثورة الصحية إزميد دي سفتان شمتي قمت غاني وفاتك العدد الإجراءات أولها هو حتى لكن قل ما حط الطرقية للمسافرين عبر المدن أسلح دي قن آخر يوم غمس 22 مارس قن آخر يوم غمس لما حط الطرقية واللي قيس بقانين تقريبا حوالي 2500-3000 واحد سكتو سكانت نروح استثنائية في تونس المدن ليران ولكن الثلاثنين 23 مارس وشوري في حتيان المحطة الطرقية تقن الطوبيسات الزرين لحد الأدنى الطريق قال يسمى بأنه تصل نص للركاب يعني ولي تكوي سنين فقط ثم التاكسيات كذلك تصل كرتو بليس إذا المد كله اللي سكتو سنين زبين إلى مكان لست تشكل مد غمس الجهة كله كريقة ثماني ولكن ابتداء من 20 هذه تسكر الإجراءات باش الدريش قبل ولا زين الضريب واللي يخدم السوق الجمله واللي دار تحانوت واللي دار كره اللي كان ضروري للمواطن باش التشكيل وبالتالي غادي نسكر عدد الاجراءات غبس الاسواق المدينه نقص تقريبا كل الاجنحه اللي غنات الالبسه الالكترونيك الكتب كله غادي كان لوريجين ضروري للحياه تنقص نجا الاجنحه اللي لازمني قالت غير وين فيه وين خضرت وين ديسير وين يفولوس وين البيض وين الحليب يعني المسائل اللي كان وين 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 الحياه اللي تخصها اساس ضروري باش تعيش وبالتالي الزوره اللي تستول هذه سكوت نخدم مازال مغيله ولا ديرش كبلي غير ضروره باش نقضوا ان يوي كان الحاجه نغدي السوق هي اللي غازوزه هي الحاجه اللي هي اللي تستول بالنسبه للسوق الجمله سوق الجمله نعم يفول كي كنت تسكن الخطه الاستباقيه اللي بدا 13 مارس تسكر ما تيوري وين هاد كله اللي تنيت غيله ماش جراند تغوصي وين ياضنين زوند تين تكمام تين الرميد واللي وريد طفن الرميد ما هاد كله تخص الضغط ووري ياضني التوعيه ياضني يمزدغ باش تدخل السن لا هو طبيعه الحال لكن الحمد لله مطبق الاجراءات اللي سنها الحكومه كلها وبالتالي التجمعات هتسلين وتسلين حتى خمسه الناس ولا سبت مقيم حتى على مستوى المقر الجماعه اللي تتصرف مباشره وصلت 17 مارس تاخذ القرار باش تيبغى نكون تقريبا اللي ورقين حاضر سنت درتو التروان سنت شفت العطله الى تيغري عن بعد كذلك واللي مرضنا محتنو بالتالي وصلت للتجمعات غير كل شيء التواصل ليلا يقع عن بعد بدنا كان التواصل الاجتماعي واللي دار النمره في الاتصال واللي كيدير النمره يضمن السد مدنا اتصل تريد كل شيء عن بعد واللي التواصل المباشر ولكن الحمد لله نفهم بان المغاربه الحمد لله وعن كله وخارج التفتيات الاسره كيسترد بدنا لسين ولا كوزر التفتيات بدنا التفتيات يعني افهام تبع التلفزه تبع الانترنت تبع الامور وبالتالي الاجراءات اللي تسكن الحكومه سواء ما يتعلق ب واللي مخرطين الضمان الاجتماعي للسينيسيس لمرتب المنظر ولا لتشنين المشاكل سواء ويد بوراميد سواء ود تشكيل الغير اللي بدنا ناس الجامعه دي زرين مع سنين سيك صح اللي داروا اللي راميد ولا لتشنين ويد كل الحمد لله غير هاتي بدا اتشجل دليل على ذلك هو انه السيد وزير الماليه ياسر الخميس هادي زرين غير النشره الرئيسيه انما يسلك من الحكومه هو ياسر الخميس يعني اربع ايام الاثنين ثلاث العرض الخميس يسلك 1,300,000 متسعه المبالغ اللي مستحقا غير غير بان الحمد لله المواطنين المغاربه غير حزه تعمل كل شيء اريد في التعاون اريد في التضامن استخدم الذكرات وكان الحمد لله الاجراءات هذه ترغيس للتجمع ورغيس للقاء المباشر لانه يبقى ممنوع للسلطات الاداريه والامنيه الحمد لله تسكرت الشغل غمات الموضوعات نعم نراك نسقساك وغنسى الجماعه نض الميزانيه الجماعه ما تخصيص بالضبط شكون غير تسنت تشكا دات موطون طاد غير تلقطو سكواس زرين الدورات زرين الميزانيات ما تخصيص كوني القضيه انت دريم القضيه ماني كراس تسكرم باش تلائم ما هو قانوني غير النظام هو كنا لي سنيت نكمل صدق الدوره اكتوبر كل الجماعات بلا كان الاستثناء بسنين صدق كنت كله في الميزانيه 2020 غنمس اكتوبر 2019 يعني
غير الميزانيه ديال الناس نهائيا خدمت حتى السبب 8 يناير يشكد غير الوباء لا بدا نعد الميزانيه بناء على الخيرات فعلا التشكيله الدوريه 26 مارس 2020 دار وزاره الداخليه مديري العام للجامعات المحليه دوريات تبنى في المرسوم اللي تكون شهر مغمس بجريدة رسمية 24 مارس بمرسومة حالة الطوارئ الصحية اللي تبين بأنه الحكومة يقدر تتخذ تدابير باش تغذى احتمالية واقتصادية واجتماعية. الدوريات تبنى في الناس نسكرا يعني اجتماع المكتب المجلس نقرر باش نسيق طبيعة الحال السيد العام باش كنت يتمثل سلطة المراقبة الإدارية غمس الإقليم ناجين سكينية سبدون نسقضيس نحدي ديال المبلغ طبيعه الحال نوجهها اساسا للمكتب الصحي الجماعي اش كتبغي كتسكني غير العمليه التعقيم المدني الازقات الاحياء الساحات كلشي اللي واقع على المدينه تاثير غيكلف مزيان نسكري المبلغ باش تخصص للمكتب الصحي ولاد اللي الميزانيه غادي يزيد راه كينزيد ان شاء الله نتفق كذلك مع المستشفى الاقليمي زكاني تملول يحتاج دعم سواء غمس الالبسه اللي استعملنا ميدنات وغمس الآليات وغمس التجهيزات المبلغ باش تنخصص كذلك الجانبات الصحي. إذا سنة النقاط الغلادة تنتفق باش تنخصص وكان رانا جبنا سيلا التغذية المواد الغذائية الكي غيبين سيلا كان الخصاص المدة مشكلات لأن الحمد لله لن تكلم مبادرات كانتين محسنين كوركين ساقمت السلطة المحلية شكل عملية كل غلادة لجيسي السلطة المحلية ضروري احتراما للتوجيهات الدولة باش نبوشوا لي كرا الاستغلال يضمن تيليات المبادرات ديال الجهة كذلك يقدر هذا كاين غمسين زكان المبادرة المحسنين واللي باينين تقريبا 7500 كفة غير غمس مجلس الجهة يقرر باش يسكري المليار تقريبا سنتيم إلى 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 أقاليم الستة الجهة يفرق رد داكستاش العملية نعم تسكتيت قلت الرئيس المجلس الجماعي لمدينة إنزكان أركبها رانسني ميرت يوسيا دارك انتيني تنميرت غير الملاحظة ستيني غير سمحت بأنه نكني كذلك غمس المجلس الجماعي الأعضاء المجلس كله للتمزنين كانت تعويضة ساهم من سين الشهر لي كل ساهم من المسؤولين الحمد لله على الصعيد الوطني رجال الأعمال الشركات كل ساهم في الصندوقات اللي من غير 33 تقريبا يزري 33 مليار ديال الدرهم كانت تنساو غير 10 مليار ديال الدرهم الأول غير 33 مليار ديال الدرهم المساهمه للجميع غير كتسكني واخا رمزيه ولكن دانسيه الدلاله مضطر يفرك السي احمد ازمزادي قاوين قاوين تيكي قاوين تويسي اكبر سنين مير ترميتنك بارك الله فيك شكرا لك كنت شكرا لك اللي زريت ثلاث نظافت ختم دينين ولا مس جامعات مزيان ولا جامعات اللي مقرنين ارواس غير دو ستودنت توقت نتسوري فين تمزالين اني قوس قيم اللي قليم ترودانت سوى قنديم سقانين منادن زغت مزالين هذا بطون تويسي فميدنا ميدروس الحال تاوريادنا ميرزم نتسقوين ترودانت اوك نمي قانس وساغ تيويزي درن غير البرنامج مهم اللي هو رانسخ الآليات ديال التعقيم انسخ المواد ديال التعقيم كل ما يتعلق بالصحة وكل ما يتعلق بمحاربة وتفشي هاد الميكروب الفيروس راه حنا خدينا احتياط ان شاء الله باذن الله باش ندخلوا في الوقت المناسب وعندنا الامكانيات المرصوده ليه وكذلك بالنسبه للشق الاجتماعي والاسر الناس اللي داروا لنا امكانيات خدم لنا نخص الحجر الصحي ولا تلتفون راه حنا خدينا نمزي القرار ما هو انه كل هو اللي وريس دافدن غلقفة اتنا ديريكت راه ان شاء الله راه غادي نديروا واحد البرنامج اقليميا باش تكونون تيغماد اللي دار الخصاص في هذا الباب تارودان تزغط مناضيين نسوس ناني لاند تنات الحجر دوسي دوس بيت نموتي اللي غملاني مزاغ نصفيا نفرك بهرايا توين ما الناس توي سيدي من السقارن انت مناطاد نبي تنستوق نتزمارة فتت حبون تيغرم تنسن بتنسيق مع السلطة الإقليمية ما نسكر تيويزي البرنامج تيويزي هذا البرنامج تيويزي كان سباق كان هائل هاد الزرامان د الماكلة د الوقاية أتفتون متوازيين بالنسبة للعالم القروي حيت غاسن نفيا الدواء وراسن نفياسن الدواء نفياسن القفة ولكن ورداسن أمان ما لا تسكن إلا المشكل غير كدي غير يقدر يكون لي ومن تا
تاسوري فتاد الحساب نتقورين وسقيم اللي قليم انترودانت راتم دفرتي زين وسان نسبيد نموتي غيك اللي راكي سيسيا فاين وطون باهرة مقورن زغيم الزاغن انتغرم تاد سقي وينس الروبورتاج هذا نسقي وين انترودانت اللي غلاند تيزمار انا امسقار انترودانت تسوش داخت ولتمات نخنا دي السوسير تبهر نسني مير سي عبد الله غيك اللي نزرا كله تمزلت هاد الناس كرنا مدن نترودانت المسؤولين نترودانت يفول كي بهرا اللي نزرات ترودانت تقع لي قليم مقورن قيس ازغار قيس يدران قيس من يزني 89 جماعة قروية تصغاو ساس سي التويزي اللي ديشك على ربورتاج تصغا التويزي مقورن قيس يدرو كويان قيس يدرو انت المجالس الجماعية المجالس الاقليمية الجهة العمالة حتى على مستوى المركزي لان ترودانت تقع قيس اوطون مقورن انتغوانين اللي قيس توك تميد نصغاو سان ستويزي وكان غير كانيتا في دين غير ان بكينخ سي حماد ونجار بالكرموس نيغان اسلواي نسقيم المناض المجلس الاقليمي انترودانت ارسنتيني مرحبا مرحبا سي حماد الله يبارك فيك ترحب بك الجنه مرحبا سي حماد تمزلت ناتسكرم من المبادره ناتسكرم تسور في كراد ان بدادن امان تيران الوقايه صحيح كذا يقول نعم اولا انا كما كيصبح ربي راه غنشكر على الاستضافه اللي تصاب ديريكت ثانيا راه غنشكر السيد المدير القناه نتا مازيغ والجميع الاطر اللي خدمت انتني يعني مازال تخدم ومن هذا البرنامج كنحيي الجميع اذا اطر اللي دعنا بالنسبه كما الاقليم تاع رودان اللي تنام اقليم مقور ايتي دار سخيت لي 89 جامعه زائد المجلس الاقليميه 90 المساحه زود لبنان 16520 كيلومتر تخيلوا معي رئيس المجلس الاقليمي عمل زائد 89 جامعه تبارك الله رغم هذا الشيء رغم هذا الشيء كل شيء اللهم لك الحمد الامور الزوجنت احسن ما يرام انا اللهم لك بتفاد هي تنى بنتجنس باش الديبان باش يخدم باش النيتي اي 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 يكون صالح لهذا البلد وهذا الاقليم ديالنا اللي لنا اللهم لك الحمد غيكاد رغم ان الاقليم ديالنا كما وجدت لي حتى شرا الاصابه ايجابيه الى حد الان هذا من فضل الله رغم ذلك كما حنا كنوهو ارتنوها غنكي بزاف ارتنوها بالجميع من اعضاء المجلس الاقليمي وجميع الجامعات الترابيه نتمازير غيخلي لنا دائما غيخلي لنا بدات تحت اشراف السلطات الاقليميه علاش؟ حيث القصود درنا ما تيجي المقصود درنا هو تهيئ الحد من اثار السلبيه وان توجد يغدي وربي الا هذا المشكل الا هذا الوباء لا قدر الله هذا سنوجد ان غير جاز نبدس مزيان كما ينبغي لهذه الجائحه وان شاء الله ما مشي رجل الخيرات ديالنا رجل الخيرات لا مشروط ولا نهائي لان هذه مساله وطنيه ولن نفلح حتى شر المكاتن ولا اذا منا الا وانا نتصدوا لهذا المشكل هذا بتدافر الجميع بلا ميتواليزاسيون دو تو الموند بالنسبه للوطنيه غير اللي غيتم يختار ريغاكسا ولا في الوطنيه هذا هو يشتد يا ووس اللي انبين ما جاء الوطني الحقيقي انبين طوانطيتيت النار لانه سيدنا التنصر ربي ما ينا ان نكون الله والوطن والملك الوطن ايتنا كل ون درس الغرق مدير تاتيجي ودرس الوطنيه لا يقبل الوطنيه هي الاولى الوطنيه حيت الصدغ راه يبين هو اللي دار الامكانيات غدا البيضاء فشربات الخارج هو اللي دار المحامي هو اللي دار اللوزينات هو اللي دار الواد هو اللي دار غير سيحمد الزار مزاكين يسمع حتى الحاجه الديبين غلق تدت تحتاجات مزيد ولا انا مال العالم القروي تفضل راه حسيت الى ديك بوشطرت انا راك نسقساك ني انا ما تسكرم بالضبط غير المجلس الاقليمي ما دارت الاعتمادات الماليه الاعتمادات الماليه للخصيص مالك الشركات سميت المبالغ ديال اللي نرصد المجلس العشرات المليار سنتيم راه تفتو كلها في القطاعات اللي لا نغلواجهها راه تفتو مثلا الا تاع الصحه حنا مستعدين نتعاونوا معها لي سبورت من اتحاد المساعه الامن بامتي للدراك ولا الامن اين حنا نستعد كل الموظف اللي لا نغلواجهها اللي راه دعوا الاقليم ديالنا راه دعوا البلاد كيما زلنا المجلس الاقليمي راه الاثاره ديالو
هذا السوق الاول. السوق الثاني رنعوا المساكين، ما قال المساكين، المساكين اللي مساكن اللي يمكن ما خصهم الاعانه، اللي لا الحجر الصحي على استناد الحجر المنزلي. وحنا كنفتخروا بالتعليمات اللي كتصدرها السلطه الاقليميه للحجر الصحي عندنا والحجر المنزلي ناجح 100%، لا غير الحضاره ولا غير الجبال. اللي غنكير المدينه كاد اللي غاكما الجماعه تيمولاس فوق تحت هو اللي فينا الدوين حنا هو اللي فينا الدوين هذا الشيء اللي ادي مجال ماشي سوا تا يجينا 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 الكمامانس يجينا لابابيتن. وبالتالي المجلس غادي يعاون هاد المساكن، غادي يتنا ما مش رسالة التناعون، راه التناعون غادي نلصقوا مع السلطه الاقليميه اللي كيترأس السيد العامل، ودرنا واحد ستاد لي بول قرويين وجوج حضريين، اي جميع الجماعات الترابيه اللي داخل الاقليم غنشوفوا الخصائص تاعها، حيت كاين الدواور وكاين الجماعات اللي خداو من الجهه، كاين خداو من المحسنين، كاين خداو كا، وكاين الدواور اللي ما خداو والو. اش غادي يوقع؟ المجلس غيدخل دوك الدواور اللي ما خداو حتى حاجه، غادي باش طريقه انه جميع المساكن، جميع اللي فقراء، جميع اللي نيسيسيتو غادي يستافدوا من هذه القفه، من هذه القفه اللي غتكون جد مهمه ان شاء الله باذن الله. الى والله غير هذا السي احمد لنا مدني مزداغنا الداري لا رميد ولي الداروري لا رميد ورتفهم من مدنا يسكرمك المبادره غير باش تفهم. حقيقه هذا سؤال وجيز، قضيه بعدنا بالنسبه للمدن باش نحطك الصوره. المدن لان واحد الجمعيات متطوعه كيفسروا وكعندهم اتصالات مع هادشي كيعاونوا واحد المجتمع مهم عندنا في العالم، في العالم الحاضر. الاشكاليه انه هو العالم القروي، العالم القروي الحمد لله خرجوا حتى حنا هنا بعض الاعلاميين بعض كيقول دوار كيخرج فيه واحد وجود وكيفسر له هاك دار السيد 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 هاك دار الامور غادي غادي مزيانه بالنسبه للعالم القروي، بالنسبه للعالم الحضر اي المدن. بالنسبه للعالم القروي باقي كنلقاو شي صعوبات ولكن غنتغلبوا عليها ان شاء الله بحول الله. سي بوشطرت نظرة كل ما سد غيك اللي نادي السي محمد نجار. السي محمد نجار إن تارو داند قيسي درار نقيس المشكلة نيت اللي سيخصة تيمسموني نتسكن باش مدنا دفهمنا شكو إلا ما وريس صناي عمر توريق إلا ما تخصنت المعلومات بناد مورتي يدرك ورتي يفهم القضية نراميد رسنتي تنميرت السي حماد ونجاب الكرموس اللي غلى مثلا ترودانت اللي دار سان سوال الماسي اي مولاس مي دي فول كبهره تغوس هذا الرميد اتي ربما تنغلافت ولا لانت تغوسي وين نوم سوال لانت بعض الوصلات اللي سكرن ميد باش مدنا تفركن اتفركن مانيكسرد سكرنا اتعمرنا تنسيوين غد انساتن اللي غا تستافدن تيلين تلويض الوزاره غيلاد ترزم داغ الزوم والسين وليو الطفرين وليو الطفنين الرميد ارسو ورينا ما سندوك تنطغو سيوين وكان الى انت الى انت تيغاو سيوين تيلين الراديو التلفازار مالاني مدن مانيكا تسكارن الى مدن غيد غارنيت اللي غلاني امزداغ باش يسن في السر المينا الجماعات نض الجمعيات باش توريقينا من كسر ستيدي لدي من كسر عمر النمران سمان النمران يخصى من ويقان رب الأسرة يان كاري الأسرة ما يد كله ثلاث مازلت باش مدنا تستفد لا ثلاث مازلت مدنا تستفد لان الوصلات الإخبارية اللي راي يسكري مدنا سوس ستوكت وثلاث لين قيس تامازيخ قيس الدارجة قيس اللي الجانب اللي فول كنا اسمت مضونتا دي قاد أنه المغاربة نقتحم العالم الإلكترونيات نقتحم العالم وسائل التكنولوجيا لاخت غري لاغوم صواد لاخت وكت نتغاو سيوي لأن أرسلنا فين كني أنا زيجيز الكومتي من هالي نغض الإدارات غلاد أنا مورا مغربي اقتصاد اي فهم دوك تنطغاو سيوين تي مدنا غير هاد تيوجيوين اللي وري غرين درس نتا روانسن غران ارسن سبايان ارسن مال ما نكسر هاد الكمن انا غميس اللي كان ارسمي وكان ما نيت غير اللي سينا كما تنخ سي احمد ونجار تيويزي تبدا خترودنت مش ما يفول كين باهره اشكو ترودنت ورقيس تين اللي يوضن لقيس صفر حاله خترودنت واخا مقور غيك اللي لنا سكن الاجراءات باش تماضون تنا دور تكشمس الاقليم ترودانت لحد الان ورقيستيان يوضن
حلال ورجستان وظن تكتين قتل الحالات اللي يترومي تماسن أماسن تردان ولكن تجي غلاد تيوريد تيوريز دا وسجيز تردان كل سنة تجان الإقليم مقرن تيويزي اللي سكرن حتى تقولي اللي اختارني توريا تفول كي بهرتي ويزي لان تردان تاتي تسنت تقا يا المجتمع امازيغي ودرار بهرا قس ادرار الاطلس مزين قس ادرار الاطلس مقرن اللي قيس وزغار وزغار نسوس اللي قيس التكامل اللي قيس طون تغيوانين ايقوت ولكن تردان توسان تس ستورين تمسمونين لانت مسمونين خدمت باهرة لانت غدرة لانت غوزغار خدمت تنفاليت خدمت مصوات خدمت أسقون تغري نسقمي يعني تردان تبوغلا تبوغلا ستورميتين تجارب المجتمع تمسمونين إصدار إن شاء الله إراد تغلب في طاو سيد السي عبد الله أسايسن خمود دنخي بدا واش توكن يزرسين زقان اكتارو دانت غيلا دا امسفليدن ديما ناين النخ رنماتي سيطبع عمران سيطبع عمران غيفني ناغدين غيلا قمات نخ سي ابراهيم بوليد اللي قانا سلواي نسقيم ان مناض افني رئيس المجلس الاقليمي لافني سي ابراهيم بوليد مرحبا سيك عام تجمرتنك قمات نخ سي ابراهيم باوش ولا قمات نخ سي عبدالله بوشار لكل المشاهدين القناة مزيخ أسكس براك سي إبراهيم مس وسيساد اللي نزليت نساول في توريوين المجالس المنتخبان غدي جراون ينمناضنا اخت مازيرتنا قني غمس يفني يبين تسكرميات يا التورميت يا التجربة كان واز غدي كان وحيد يعني تقامون فريدة يقات تزعم كران لي طابليت في تزنين اللي قرايين غلباك سولغ في الإجراءات اللي كلو تسكرم ترك ستاغ باهرة في مخ خليك تقترم تسكرم تي وي سي الدراري اللي قرينا الماس الباك هذا سنت في كامل لي طابليت نعم فعلا غير كلي تنيت كما المجلس الاقليمي سيفني يسكر توك المبادرات ولكن نظرنا بان يت المبادره اللي كان نوعيات متنوعه استيغان الطابليتات التلاميذ اللي قرينا الماس السنه الثانيه بكالوريا الماس الاقليمي سيفني اللي قال عدد تقريبا 1007 التلميذة لأن مثل الجامعات الترابية دي تبع الإقليم من سيدي إفني علاش أشكو سنتغلا دي سيلا ما يسمى بالتعليم عن بعد لإقليم من سيدي إفني إيقا إقليم قروي بامتياز 80% مستاكنا لأن تماسي درارنا القرية بصفة عامة ميدنا ارتعنينا مثل الفقر الهشاشة بطريقة لابد من تدخل الفاعل لي كان زند المجلس الاقليمي باش على الاقل خفيف غيميك المعاناه اللي لان درميد سنا غير هذه تقريبا وقارن شهريات نقص الخدم نقص تهوري ميد المداخل الدروس الاغلبيه ميد نور داس من البورتابلات تحت درت تيلي لورديناتور ما تنتقمانس باش تتابع الدروس اللي تلين غير مثل المجموعات لا تطبيقات الواتساب ميغان زون دريكال باش تتابع عند الدروس وخلان الدروس الناس القنوات التلفزيونيه ولكن قال لابد باش تنكني على الاقل نخفيف مثل معاناه التلاميذ للان الناس الاقليم سي ابراهيم نعم ربما غلت لك من المرحله ارت تفرق نعم. درت الزعم لي طابليت ما انت غرست انت سالكم لي طابليت ميدنا مسن غدا التلاميذ مسن يضغر لي غلان بالحق رتي تويسيد نعم. السلطه ولكن الا نعم. انت غرست سرت تستكم نعم نكني نسكر الاجتماع ديال المحضر نكني المديريه الاقليميه نسيدي افنين فاسن فينا لوائح التلاميذ لي لنا مس السنه الثانيه بكالوريا فصل لي تابليت اثنين سن ماني غزغن التلاميذ اثنين سخن المدراء المؤسسات الثانويه التاهيليه مس الاقليم اثنين وزعن بدون اي دخل للمجلس الاقليمي بطريقه مباشره نكني قالت لها داك نغبش التلاميذ تابع عن دروس نفاس لي تابليت سلك من الغصر الخبر يدري لان بانه وقر 90% من التلاميذ تقريبا توصل كل شوش لي تابليت غادي قام الحق الصباح يقدر بان دنيغ 100% جميع التلاميذ ان شاء الله تي يسد الطريقه ياد لي سنيغ اسلكم لي تابليت يفاسن التلاميذ شكل كان منتظم كان منظم
نزراتنا مثلا الثانوية تأهلية غايت بعمرنا مثلا الخميس تيوغزا نزراتنا غمرلاف نزراتنا اختيدي حسين غلاخطات الحمد لله الأمور زيكزين صغيك اللي قيسنا ران التلاميذ ولا يدرسن ولا حتى نكنين ولا المديرين الإقليميين التعليم سي إبراهيم بوليد يفولك يتشجع ما إنا المادن باش غرين اللي غاسم تيومي مسند باش يروس سكر مولاك رانا نتوري وين يا ضنين اللي كان مقال الطناد كورونا والوقايه خصوصا الجانب الوقايه الجانب التويسي يمزداغ صحيح صحيح سي باوش غير كي سنيت فات ايغا غير كي سني غير كريم سيدي سمي قيس ايت الهشاشه الى الفقر الى وبالتالي التدخل كمجلس اقليمي جميع الجماعات الترابيه باش يدورنا غير زغ المجلس الاقليمي كيتحسن ولكن جميع الجماعات الاقليم سكنت لجهاد نس ولكن قدرنا بان بحساب قرن من تدخل في المجلس الاقليمي تخص تقريبا 230 مليون سنتيم المواد الغذائيه اللي راه نفرق ان شاء الله السلطه بتنسيق تام من السلطه الاقليميه باش ان شاء الله تلكم المساعدات الغذائيه للاسر اللي كان معوزه امام الاقليم درتو كذلك اذا غير التنسيق المدير الاقليمي المندوب الصحه الاقليمي نخصص تقريبا 100 مليون سنتيم تجراء تجهيزات لريلي أمس المستشفى الإقليمي نسيدي إفنيد كذلك ديال 25 مليون سنتيم تجراء المواد النظافة في التعقيم غير كيساس النير الميزانية المجلس الإقليمي تجراء ميزانية أضعف ميزانية للان أمس المغرب وتقريبا أتلكي 100 مليار ولكن خصيص جيس تقريبا 450 مليون سنتيم يسنخفض الميزانيه تسير تقريبا ولا الميزانيه تكون شي تقريبا 60% ان شاء الله يغدو ربي خصصوا الارتيني من المنبر القناه التمازيغ بان نكون صدار اشو نوفر ان شاء الله امور يضني باش ان شاء الله نخفف المعاناة المساكنة الى قدر الله بان الى سول الحجر الرئيس تعمر نتمنى بان الحالة تبيد انت يبيد الامور هذا مثلا 20 مثلا هو يراد ولكن اغسل من الحجر سول صحيه الفتره يعني اعتقد بان سي ابراهيم نعم سي ابراهيم اقليم نيفني كيان الاقاليم اللي وتات كشي ما تمضون طاد الفيروس كوفيد 19 كوني ما كتسمع قول ما تنضاف نض اليقظة اللي قشمت الجماعات ولا السلطات المحليه غير الاقليم يعني الجي ودرار ولا خت مديرين اللي قرب نيفني نعم الحمد لله غير هذا الاقليم سيدي افني الاقليم زنيت تنشرك الحدود ورقيتم تسجيل التحالة رغيلا يقى الجانب يقى مشجع لأقل مسدي فني غيك اللي زرعت لاية الحراسة مشددة اللي زرعت من غبنا تختلف على ميلان بقية الأقليم المدنيوني إشقاء باش تكشم تسلم ليت نسيدي إفني نغدا تكشم تسكا باش ني إغوس كيتيان غي مزدغ نغيد الغيكاد الحمد لله يقى يت الحاجة يتشجع إلا يت الرقابة صارمة إلا ينتنسيق تام لا بين ميدن ولا بين السلطات بمختلف التلاوين ديالها نزران بأن حتى الساكنة والحمد لله ينتجوا بيقى ونكتب غير طادر غير إسرائيلي غير كان غير إلي التزام قرن دار ميدن ميدن هذا كانت لكم تقريبا كتيني غير الخمسة نغد قل 40 سلطة في التين غزني قرن تقرن ميدن رستة دريت بأن ميدن تدنسان انتدام ينتنظيم حتى يسرد دنسان أسواق نظرا بان وصول للاسواق الاسبوعيه التسويقات الفنتيني غان اصلا واردن غاكي لما الاقليم ولكن غير هذه خففت من درجه كان اكثر الحمد لله الاجراءات لا اللي تسكر السلطه ولا اللي تسكرني من تلقاء انفسهم باش تنتني كان ميدني كان واعيين كريقات الجماعه الترابيه زريغيا مثل الجماعه اللي غاتين بزاف ميدن زمت الجماعه المستي الجماعه انتي غزال الجماعه الاخفاص الجماعه انتي غيرت ولا اي ترخى الحمد لله زريغ بان ميدن الى يلي انضباط الى المساعده الى التفاهم الى سي ابراهيم حتى بان يخص ميدن ادبيك سنيغي كان سي ابراهيم اللي غنيت سولت فيه مزداغ نسن غير لمس دكرانت الاجراءات يا ضنين قيس نيت الاجراءات انت كمامت الاجراءات نراميد واللي طاف نراميد الاجراءات التنوين اللي ورطفني نراميد ماني كاس يتحرك المجلس الاقليمي يفني غتسقايا دا شكون مدنا توقت نسن غير كليني تنيت يفني كيسا درار كيسا زغار ورتا كلو اوكسن ما يقان راميد ولا ما توري كان ما نقدر يستفد نعم
التنغ سيبوش بان المدن على مستوى مؤسسة تقوم القنوات التلفزية مثل المغرب ولا السلطة ولا الأرقام بأن مدن تستفيد. أعتقد بأن صورة واضحة دار مدن هذه الطريقة اللي ستستفيد لا على مستوى لا الرميد ولا حتى غير مد لوري الطفلين الرميد غلاد الحمد لله لن تحويلات الاموال غير القناة الوكالات اللي كاني تخصص غير كان للبنكيه ولا غير كان يضني الا الابناء كيدرزوا من السبت ولا الحج باش مد ان شاء الله تستافد الامورات ارزيكيزم غير كان اللي تزيكيزم تخكريكات اقليم سيدي في نهار التيني غير تايكازون جميع اقاليم مدن أرو كان زيجيزنس الطريقة اللي إن شاء الله باش كلشي يستافد على مستوى الكمامات التنيغ بأن غاسة الدور غدا مسلم ديت سيدي إفني كيغد تيوغزا غاسة سوق الخميس لما المدينة لقيت الكمامات بعض الأسواق المحلات التجارية أورتات مثلك 100% وكان التنيغ من غير ثاني يومين يقدر جميع المحلات التجارية أجيس نتيلي كان نكني كما جزء قليمي إغنزرا بأنه يخصصوا غيكا تدخل نغبر جميع الساكنة غد الجماعة تفرق الكمامات في ميدن حنا رأنا الإشارة وضع نغلي تكل المشكلة مثل غيكا سي إبراهيم أدنس كتير قيت رئيس المجلس الإقليمي نسيدي فين راك نتيني تنميرتك في مساولات اللي غدريت تنمير تبهرا شكرا سي با وشكرا سي عبد الله التحية لكل مشاهدي القناة مديخ تنمير غيك هاد اللي تلي نزرا لا واش توكن ولا غير نزكان ولا غير تردانت ولا غير ضغيفني تلايات التحرك يعني المنتخبين المسؤولين الجمعيات المنظمات كله حاضر باش اتيليات التعبئة إيجان جهوية إقليمية باش أضحر بن زون غيلا غيفني نض تارودان أضحر بن باش بعد تكشم كورونا أدور تكشم سلمودان تشكور كي ستكر الحالات يعني المجهودات هاد كل اللي سكرن أرس باين ما سد حتى المواطن يفهم باللي عاتي الوضع إيجاي استثنائي دي خصات حتى انت آية وصغي خفنس ماشي أتنطير سنين كشمس بزز إخصي كشم التاس الخاطر نستقمي باش يعاون يولي تخدمني غبرة سوس ما غبهر عكاد يغانس مقول لا المنتخبين لا خترودانت ولا غيفي ولا غينزقان ولا حتى واشتو كان مستعدين انه حتى يخسوا لك راد نيت راد سكرن تيوي سيادني ما يديقى مهم تانيا نسنا تغوسيوين يقاد افراك لي لان غيلا دار فقان خت ميزار لينا المساء اللي ممكن يكون غيلا الهوا مش بين قوسين لان زون تارودان زون غيلا ديفني يقا قليم جبالي قيس هيترخا قيس مجرات قيس لخصاص قيس هتبع عمران يقا كله يدران قيس لاسواق ميد نفركن رغم ما الميد مسد انا مور مغربي الكميه نسوير اللي اريد سن ما كانت مسيين اريد سن ما نكس يضوف يضوف تي غوسيوين اللي سي قانت تنتي ضوف سلاوا نك زوند ازمزاد اللي خلط مضون تشكو افغاني يغير الحجر الصحي اتي ينفع يخفنس ينفع ويض ما يدي كاتي براتين اكتيميتار بس دا انا مور انا مغربي يفرك يقوم يتيق نغد القيامه مس الثقافان الحضارات تي قان دا نسلك متي براتين يا ضني ما دي زلين تا كمام تي خصاستين تقان دويلي الدار الى الرميد باش تزال الفتون الطمزن صحه الا غير التليفونات دويلي اللي داروا الى الرميد غير سقسان التليفون بلا فاغن بلا تزال المؤسسات هذه كلشي الا غير التليفون كل شيء ما ينغلا إلا الوسائل الإلكترونية دي مس التكنولوجيا غلا ميد أتين خارطنا مس الميادة نصرا تصريحات الوزير التعليم يطقم أريتيني مس وقار 90% نغد الأقسام الافتراضية ميد نرقر افتراضيا أرسكشو من الوثائق نسن افتراضيا مس الوسائل التكنولوجيا مياد يلكم غلاد حتى أدرير لان ميد نطفن كل البورتابلات ماشي كلشي ميد ندرس من الكونيكسيون ولكن ميدنا غير هاتي يعني درسنا تزديد الشبكه الانترنت ما يدي راغي السوسام لا اشكو مجتمع اريد تقدم اريد تطور ماشي كان ميغان تبرت اللي راه نستكمل المواطنين راك اللي ستنيت اي غور بالمس نتكمنس يغور لي الضروره اي فو يخلط الضروره اي فو هاتي راك اللي سنا غير ثلاث كومونت تيلي توجد دار البوت حانوت جميع المناطق المزيرت دار السوتور ولا بابيني قنوانا دا غيضوف تمازيرت استياري باش تنكني تمازيرت نخ تزري تستاد الكورونا سما يوفن
قاند تضرب مثلا نربي يحفظ تا مزيرت نغل تضرب ولا مثلا ميدنا خميزاري يضنين تنتنياتي اللي نخليقات مغمضال ميد نخدم سلعيل باش هذا فين يسافر الميد وكان اللي سنيت تا مزيرت نغل المغرب تقات مزيرت اللي بهري فولكين اللي بهرا يتوسان ستوكت الخير اللي قسيلانتي اللي قيسا ولا البركة تضربي ربي باش تا مزيرت يستنجم مس ميد وكان غير كنيت قمرنا السي عبد الله سران ضلب كل ما يغيت تنين مدارس فليد يكون له مغربيين ارجاز التمغارين ولا يعريمن هاد التزم سي لي لان سي لي كان غصح انسن رسنا السوتور هاد غمان اخت قمانسن تا ولي تفاغنين ان كنت كمامت السوتور يمدن اداوسن أدوسن سكيغان أدوسن السلطات نايس كانت يوري وينزل الجمعيات المنظمات كل ما ينعلاش باش تمازيرت أتغامة تقايت تمازيرت لغور إلا وطنا الكورونا باش تمازيرت أبدت السفوك اللي قيس نمير ونشكادني تسلكم تيغيرا أنو سيس نساد اللي نزلي اللي تزلي تلفزة تمازيرت يوطنا دي ونضفر في وطنا الكورونا أرون تينيخ الدان مقير تكليت يضنين أرطياد